مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من زي كل سنة هنبدأها حالا مع بعض على راديو 90-90. معاكم غدير حسان ومعايا مفاجأة من مفاجآت رمضان 2022. من أول مشهد لي في مسلسل المشوار الحقيقة خطف المشاهدين كده بعلاقته مع محمد رمضان، واللي كل حقيقة عمال يخمن يا ترى وراء إيه، علاقتهم هتوصل لحد فين، هل بعد ما رمضان ساب اسكندرية اللي مخبيينه لينا. ضيفنا وضيفكم النهاردة هو الفنان محمد علي رزق. محمد كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا غدير، ومرسي على التقديمة الحلوة دي. لا ده ولا اي حاجة، بجد يعني شابو على شغلك، والحقيقة مش متعودين منك على ادوار الشر. انت طيب فازاي بقى؟ لا والله ده انا بقالي فترة ما بعملش غير شر، لدرجة ان الناس بدأت تقول لي هو انت مالك قلبت شرير كده ليه، ده انت كنت طيب وكنا انت طيب. ايوه. والله انا بجد تجربتي في المشوار انا معتز بيها جدا على المستوى الشخصي. رغم ان اللي ممكن الجمهور ما مش عارفه ان ممكن ما اظهرش تاني بنسبه كبيره على فكره اصلا. انا كنت يعني مكالمه لدار بيني وبين استاذ ياسين ان انا ضيف في ديكور اسكندريه، وانا كنت السنه دي مقرر ان انا ما اعملش ضيوف شهر بصراحه. اوكي. لان انا السنه دي عامل دور بالنسبه لي مهم جدا في الاختيار. بالظبط. ان شاء الله هيبدا من الحلقه العشرة. اتمنى انه ينال استحسان الناس يعني. لا الاختيار ده ما حدش يقدر يتكلم عليه من اول حلقاته والاجزاء كلها. انا بتكلم على دوري انا شخصيا بقى يعجب اكيد الناس. عبقري ربنا يخليك يا كبير والله. لكن استاذ محمد ياسين وقيمته الفنيه اجبرتني ان انا وافق. انا ما اقدرش اقول استاذ محمد ياسين، ما حدش يقدر بصراحه، ما حدش يقدر والله. لو عايزني مشهد بقفايا كلوز على القفه لو سمحت. يعني استاذ محمد ياسين في النهايه قيمه وقامه فنيه كبيره، الواحد يتشرف ان يحط الدي بتاعه ان هو اشتغل تحت قيادته. طب حلو قوي بقى، شغلك معاه عامل ازاي في اللوكيشن؟ والله انا استمتعت متعه يا غدير والله بجد ما استمتعتهاش قبل كده. الراجل ده بيخرج بكل حواسه وكل مشاعره وطاقته كلها. لو هنقول ان الانسان بيركز بنسبه 100% فاستاذ محمد ياسين بيركز بنسبه 1000000%. الله. فادق ادق التفاصيل. طب نروح بقى من محمد ياسين على بيتر ميمي. بيتر مخرج مهم طبعا. الاختيار مخرج الاختيار. بيتر مخرج الاختيار. وبعيد عن الاختيار، بيتر من دي ون عبقري، وهو بيثبت للناس ان هو مخرج مهم. يعني انا تعاونت مع دكتور بيتر في الاب الروحي، وتعاونت مع دكتور بيتر في حرب كرموز، ليه بصمه، وتعاونت مع دكتور بيتر في كلبش 3، يمكن ده رابع تعاون بيني وبين دكتور بيتر. مخرج بيحب شغله رغم انه صغير في السن برضه، بس طاقته والخبرات اللي اكتسبها نتيجة ان هو، انا عايز اقول لك ان ممكن بيتر ميمي ممكن يكون ما بينامش صح عشان شغله. اللي بيتر ميمي عمله في 4-5 سنين في مخرجين ممكن يقعدوا 20 مشوارهم كله. بالظبط. ده حقيقي. يعني بيتر قدر يوصل في 5-4 سنين لمكانة ناس كتير بقالها كتير في شغلانة مش عارفة توصل لها. بيتر عنده احساس بالشارع، عنده سنس المشاعر اللي تربط ما بين العمل وما بين الشارع بجد. دي حقيقة. يعني أنا بعتبر نفسي بجد برضو أنا أنت محظوظ. نفسي محظوظ. صح. أنا دايما بعتبر صح. نفسي محظوظ. يمكن دي دعوة أمي ودعوة أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. إن هو ربنا يوفقني في شغلي وفي اختياراتي. يعني أنا بعتذر عن 4-5 حاجات ممكن أقبل حاجة، فحظي يطلع حلو في الحاجة اللي أنا قبلتها ما شاء الله. 4-5 حاجات اللي أنا اعتذرت عنهم، فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. هنعرف بقى بقية حظوظك وبقية كلام معاك، بس نروح لفاصل صغير ونرجع تاني. رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض زي كل سنة، ومعايا ومعاكم محمد علي رزق، وبنتكلم في كلام كبير. اتكلمنا على بيتر ميمي وعلى محمد ياسين طبعا مع حفظ الألقاب، ولسه مكملين كلامنا بقى على محمد. كلمني بقى عن أول رمضان بعد الجواز عامل ازاي؟ والله لطيف يعني، فهم برضو لسه برضو ايه الدنيا. انا في الصيام انسان صعب شويه، كلنا هذا الرجل حضرتك. نتيجه ان انا شخص للاسف مدخن، للاسف بشرب قهوه كتير، نتيجه ان انا شغلانتي اصلا شغلانه اعصاب وشغلانه ضغط نفسي اكتر ما هي ضغط جسدي، هي ضغوط نفسيه طبعا.
انك عشان خاطر تجيبي شخصيه وتتكلمي منها وتجيبي انفعالاتها فده اصلا بيبقى ضاغطني انا نفسيا طول الوقت. دي حقيقه. ربنا يكون في عونك بجد. ربنا يكون في عونها هي انها مستحملاني وانا صغير. طب والله برافو عليك. ايه الرجاله الحلوه دي. اه والله يعني انا دايما انا من قبل رمضان وانا قايل لها قلت لها ارجوك خلينا بس فتره الصيام يعني ايه ما تزعليش تلاشيني وانا لو عملت حاجه ضايقتك قبل الفطار انا من الناس هاجي اعتذر لك بعد ما اشرب فنجان القهوه والسيجاره تيجي جاي بقول لك انا اسف حالك عليا ما تزعليش. الله بس انا ببقى مضغوط اغلب الوقت خصوصا كان انا في الفتره دي بعمل بروفات مسرحيه هستعرض قريب في العيد ان شاء الله. مسرحيه ايه؟ المسرحيه صعبه جدا لان انا قررت ان انا اعمل مسرحيه كلاسيك. الله. يعني انا شايف ان الاتجاه في المسرح الفتره دي كله رايح ناحيه الكوميديا. هتبقى انت ومين؟ انا واوتاكا ورباب طارق زميلتنا فنانه جميله جدا ومسرحيه شاطره جدا. لا مستنيين بقى الشباب. مستنيين بقى ان شاء الله نقضي العيد نعمل كاليجولا. كاليجولا تاليف ألبير كامو من كلاسيكيات المسرح. انا قررت ان انا اروح في اتجاه معين. انا دايما بحب افكر بره الصندوق ده. المسرح كله رايح في اتجاه الكوميديا رايح في اتجاه الكوميرشال فانا قررت ان انا اعمل مسرح من اجل الفن واقول ان احنا كجيل جديد الناس شايفانا ان احنا ممكن بنعمل مسرح ما لا يا جماعه احنا جيلنا بيعرف يعمل كل انواع المسرح وبنعمل كاريجولا وبنعمل حاجه كلاسيك. يمكن الكاريجولا دي ما عملهاش على المستوى الجماهيري قبل كده غير الفنان الراحل القدير نور الشريف كانت اخراج دكتور سعد أرضش رحمه الله عليه الله يرحمه. من ساعتها ما يعني ما حدش قرر يعملها او اتعملت قبل كده يعني اتعملت بعد كده في مسرح الدوله بس ما اتشافتش ما اتشافتش كتير. لا احنا مستنيين بقى نشوف المسرح بعد ما شفنا المسلسلات نعمل ده فيا رب نلاقي بالنجاح يعني. يا رب بالنجاح وبجد كل سنه وانت طيب مبسوطه لوجودك معانا النهارده ومستنيين بقى كمان الحلقات اللي جايه في الاختيار ان شاء الله الشغل يعجبكم كل سنه وانت طيبه وكل مستمعي راديو 90 بخير ودايما نجاح ربنا يخليكوا بالنجاح انت دايما والتوفيق وكل سنه وانت طيب وانت طيب. مع السلامة. مع السلامة. بكده خلصت حلقتنا النهاردة من زي كل سنة. استنونا بكرة ورامي الحلواني وحلقة جديدة وضيف جديد. كنت معاكم غدير حسين. سلام.